اتاكد دايما ان الفيتشرز كلها على نفس اللاين. بيتي امري لله مسموح لك كل 10 ساعات تاخدي دقيقه راحه لا هي مسموح لك كل نص ساعه تاخدي راحه انا عارفه القعده بتبقى صعبه
اول مره اخد بالي ان وشك فرعوني خالص، مصري قديم تماما، عشان كده انت بتحبي المصري القديم. ولا خلاص ما بقيتيش؟ وشك مصري قديم تماما. هو عشان انت بلوند ف مش هاخد بالي، فاهمه قصدي؟ دايما الواحد بيبقى مرتبط كأن الوجه يعني اسمر، لكن الحقيقه لا. ما تعقدتيش من المشروع، كنت تعبتي قوي في المشروع. المصري القديم عايز حد فايتر، ليه وقار شديد، وبالتالي بيبقى محتاج مجاهدة. حد عنده حساسية صدر؟ اقدر احط اعمل فيكساتين؟ ارش ريحه وحشه. المثبت بنيجي بالفيكساتيف، لو سبراي بيبقى بيني وبين اللوحه 30 سنتي. هيعبر عن الضلمة، عن الظل. هنحدد أماكن الضوء، السطح ده كله لما شرحنا الأنف هيبقى مواجه للضوء. هاخد الضوء في اللوحة كلها، شارب كل العناصر، انا بحسب الضوء. الرقبة انا ببص باكج واحد، وانا في الباستل زي بالظبط ما بعزف على بيانو، اقدر ادوس جامد هيديني التون الشديد، ادوس اقل هيديني تون اخف. فهي مش كله حط جامد، لا.
اقدر اهض بالباستل ال اهض المتوسط واقدر اعمل ريدروينج تاني. وانا اقدر اهشر بيه يعني الاول كنت استخدمته بالعرض اقدر اهو بهشر كاني بظلل بالقلم الرصاص. اقدر اهو بالعرض عايزه اخد مساحات كبيره بالعرض اقدر اسيح وانزل بصباعي ده هيديني فرصه ان كده الالوان هتتمزج على سطح اللوحه ما بقاش بس اللون اللي هو معايا في ايدي. مهم جدا حكايه المزج دي هتديني فرصه كبيره جدا للغنى اللوني طالما انا فكسفت او ثبتت المثبت اللي عملته قبل كده عمره ما هيضيع ده غير ان انا كل ما بعيد رسمه معناها ان انا بفكر فيه تاني وثالث ورابع بقعد اعمل له حساباته بحسبه
تصميميا وبينيا تشريحيا. عايزة تريحي؟
بدور على مساحة الظل وباخدها زي ما تكون باترن، برسم المساحة واخدها ظل وقارن ما بين المساحات بعضها ببعض. فأنا طول النهار عمال أبص على النسبة والتناسب proportion، علاقة المساحة دي قد إيه بهنا، وعلاقة العين قد إيه بالعين التانية، وهكذا. نهايات الأنف هتيجي فين مع الفم، علاقة الخطوط مع بعضها. زي ما يكون باتر وحده زخرفيه كده، مساحه الظل اللي نازله على عظام الحنجره، الاحمر معايا في البورتري كله. بمسك اللون واشوف انعكاسه ايه على كل العناصر الموجودة في البورتري في اللوحة. علينا الصوت شوية دكتورة هبة. زي ما انا بتحكم في دوسة ايدي على حتة الباستل وانا بحط الباستل، برضو بتحكم في دوسة ايدي وانا بسيح الباستل.
يا رب بوزنا الدنيا يا رب. الحقينا. جميع المراحل نرجع تاني نعمل المحاور بتاعتنا.